كشف التقرير الرسمي من مصلحة الضرائب المصرية في عام 2018 عن قائمة النجوم الأعلى تسديداً للضرائب لتكشف مفاجأة عن الاسم الذي احتل الصدارة، حيث كشف تقرير الضرائب أن الفنان رامز جلال هو الأعلى تسديداً للضرائب متفوقاً عن النجم عادل إمام وعمرو دياب ومحمد رمضان ويحيى الفخراني أيضاً، ليكون الأمر مفاجأة لدى الكثيرين خاصة وأن رامز جلال لم يقدم في سنة 2018 سوى عملين وهما برنامج المقالب وفيلم سينمائي. وذكر في التقرير أن رامز جلال سدد مبلغ 6,955,000 جنيه مصري عن أرباحه من العام الماضي وحتى 31 مارس العام الماضي.